حرام للراجل محمد نجيب في العمل افضل يعني بالنسبه لشعرها اي حاجه ثانيه كتير زي قطر بيطلعوا محجبات في الجزيره وبيطلعوا في كذا دوله محجبات شيء ده مش شيء اصلا حلو انسانه محترمه يعني شيء يشرف البلد ماشي كويس يعني هيقول ده ممكن يأثر على كل البنات المصريات ان هم يتحجبوا يعني اصلا انا شايف ان الجمال اصلا في الحجاب اكتر من كل واحده مليون حجاب هو متحجبه بس تكون حاسه من نفسها ان هي ان هو ده صح تعمل بيه لو ما يكلموه حجاب دين وبتاع فكده يعرفوا يوصلوا الرساله دي صح اصل اكيد مش واحده تبقى مش محجبه تطلع تتكلم في الدين يعني مين اللي هيسمع بقى ما هي محجبه يعني مش محجبه هتوقف ايه؟ هتوقف ايه؟ واحدة يعني ظاهرة محجبة ايه المشكلة؟ الناس ما تفهمش. لا من حقها تظهر، من حقها تظهر، واحدة محجبة من حقها تظهر في الإعلام، تظهر في الدوائر، تظهر في أي مكان من حقها.